هنتكلم هنا عن خط الزمن اللي بنتكلم فيه عن أحداث فلسطين من أول جزء اتكلمنا فيه لحد ما إيه جه طوفان الأقصى. لحد طوفان الأقصى اتكلمنا مع الأطفال بتسلسل بسيط جدا جدا عن القصة، فهموا المضمون بتاعها من بداية سيدنا إبراهيم وعصر فرعون وسيدنا موسى وقصته وقصة شق البحر وعبدة العجل وإزاي ربنا حكم عليهم بأنهم يموتوا ويقتلوا نفسهم، وبعد كده لما كانوا مصرين يشوفوا ربنا وحكم عليهم بأنهم بالصاعقة وماتوا لكن صحاهم تاني، وبعد حكم عليهم بالتيه 40 سنة في الأرض وأرسل عليهم الملك جالوت ثم الملك طالوت، وتوالت الاحتلال على دولة فلسطين من الرومان ومن اليونان ومن الفرس ومن البطالمة، وحتى وصلنا إلى الرومان اللي هم باعوا اليهود كالعبيد في أوروبا، لحد ما دخل الدين الإسلامي في عهد عمر بن الخطاب. دخل الدين الإسلامي في عهد عمر بن الخطاب وهو اللي إيه مسك مفتاح بيت المقدس، لكن دخل الصليبيين بعد كده، لكن قدر صلاح الدين الأيوبي يطردهم من فلسطين، ورجع بعد كده دخلت بريطانيا بوعد بلفور اللي كان قايل فيه إنه فلسطين دي دولة لليهود، لحد النهاردة بيقتلوا في الفلسطينيين في الأرض وبيعذبوهم. وكان نفسي في كل شدة أصور كل خطوة إحنا عملناها في خط الزمن، لكن تجاوب الأطفال معايا وتفاعلهم وإحساس إنهم مركزين كان مخلياني أنسى التصوير. هم دول شوية الصور اللي أنا لحقت أخدهم لخط الزمن في قصة فلسطين.